السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج Music and Food. اليوم حلقة ماشي فود فهي ميوزيك. هذه الحلقة بغيتكم تستفدوا معايا بزاف بزاف من واحد موضوع ديال الآلات بيانو. هادو كل فيهم كحلين وبيضين، ماشي كلهم سميتهم بيانو. هذاك اللي كيلعب بالكحل والبيض ما كيتسماش بيانيست. اليوم غادي نعطيكم الاسماء الفري ديال الانواع تاع البيانو والانواع ديال لي بيانيست. يلا معايا تكتشفوا تتسبيت. سنوات 1700 خرجوا لي بيانو، كي بيانو اكو وكي بيانو دروا. بيانو اكو داروا على حسب البلاصه اللي عنده، البلاصه كبيره عنده فيلا اي محل كيكون كبير. هادشي كلشي خرجوه في الاول البيانيست ديال الكلاسيك. في 1950 في لي كونسيرفاتوار الدراري كانوا ولاو خصهم باش يريبيتيو في الدار، داروا ليهم فورليتسر. فورليتسر اللي فيه هاد لو سون هذا. من بعد فورليتسر ولا عنده واحد لو سون رائع بزاف، اكتشفوه لي جروب بحال سوبر ترامب بحال ريتشاردز والعديد من البيانيست اكتشفوا فيه واحد الصوت رائع ولاو كيلعبوا بيه في لسان. 1960 و 1970 خرج الرودز اللي كان كيلعب بيه بزاف، سيفي واندر حتى ريتشاردز و تشي كوريا لي جازمان. سمعوا لو سون ديالو غادي نرجعوا. هاد الفاندر رودز ولاو كيديروا فيه الكوروس الفلانجر ولاو كيعطيه واحد لصو رائع وخرجوا فيه بزاف تاع الاغاني، وباقي الان كيخرجوا به الاغاني. كاين اورغ الكتريك وكاين اورغ ليتورجيك. اورغ ليتورجيك هو اللي كتلقاو في الكنيسات بزاف، والاورغ هو اللي كتلقاو في لاسين اللي كان كيلعب بيه بيانيست كارلوس سانتانا، اللي كان كيلعب بيه جيم سميت البلوز. دونك هو توا فيه واحد الصوت رائع، سمعوه معايا تتسميت. خرج سانتيتيزور انالوجيك، هما سون لي سون مصوبين ومحطوطين فيهم. سمعوا الاصوات اكزامبل. من بعد هو يجي البيانو نوميريك بحال هذا اللي عندي في الدار. هاد بيانو نوميريك اشنو دارو؟ شدو لي بيانو اكو سجلوهم بلي ميكرو وخرجو لي سون منو، دارو في البيانو ديجيتال ولا اللي كنقولو نوميريك. ولا في الدار صالح بزاف، دابا اي واحد كيقرا الموسيقى كتلقى عندو هاد البيانو نوميريك في الدار. دابا ندخلو في بيانوات ديال لي سان. دابا اي واحد اي موسيقي كيقول هذاك تيلعب البيانو، واحد راه كيلعب البيانو، هذاك البيانيست، هذاك نو. كاع اللي كتشوفوا اللي كيلعبوا في لي بيانو بار في لي زوتيل في لي كلوب كيتسموا كيبورد. كاين بزاف الانواع تاع الكيبورد. الكيبورد طبعا هو كيتسمى غير كيبورد بحال قلتي الكيبورد تاع لورديناتور. الكيبورد هو ان كلافي اللي شدوه تا هما وسجلوا البيانو وسجلوا الروتس وسجلوا فورليتسر وسجلوا كاع الاصوات وداروه في بيانو الكتريك. ولاو كيلعبوا به لي ميوزيسيان ولي زارتيست ولي بيانيست فوق لا سين ولا في لي بيانو بار ولا في لي زوتيل ولا في اي بلاصه. هو اول حاجه خفيف وظريف.
من بعد وهو يجي الكلافي ارانجور ولا كيبورد ارانجور. كيبورد ارانجور هو كيلعبوا بيه بزاف لي بيانيست اللي كيلعبوا بوحدهم مع شانتور ولا شانتوز. كيكون فيه البواط ريتم, كيكون فيه لي باس, كيكون فيه الجيتار, كيكون فيه الاوركستر كامل مجموع في بلاصه واحده. هو فيه الاوركستراسيون كلها محطوطه في الكيبورد, كيورك على ان اكور تيخرج ليه كلشي, كتبقى ليه ليبريه يلعب بها سولو. عاد من بعد خرج سانتي ورك ستيشن. هاد ورك ستيشن داروا لك فيه كلشي, و او ميم طون تقدر تصوب نتا لي سون, و او ميم طون تقدر تصوب لي ريتم. فيه سيكونسور 16 بيست تقدر تسجل فيه الاغنيه من ا حتى لزاد بلا ما تخمم. ومن اهم هادشي كامل وهو ان بيانيست كيبقى ان بيانيست. سمعوا اللعب ديال بيانيست. فوالا, هادو هو الاسماء ديال لي كلافيي, لي بيانو, لي بيانو الكتريك, لي بيانو نوميريك, لي سانتي, لي زارك. كنتمنى هاد الحلقه تكونوا استفدتوا منها واحد شويه, ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه.